شو عملت يا أبي؟ شو ما رح تطلب مني تعويضات بدل عن ضوء أمك؟ وما بدك تنتقم لأني سبق وأهنتها؟ أوعك تزعجيني وإلا بنسى كل شي حلو بيناتنا. بنصحك تطلعي من هون بسرعة مشان ما تشوفي وشي تاني. يا عيب الشوم، ناوي تقلل قيمتها بشكل علني قدام العالم؟ ما رح تهجم يا شبان؟ انتو متعودين تنغروا بالنسب العظيم وتفتخروا بعائلتكم السلطانية الحاكمة، لهيك أنا رح دمر هذا التكبر وانهي عن خالص، ولا تتساوى معكم ولا يصير إلى نفس المكان العالية. قررت تتزوج للتركان. يا رب تقويني، قدامي امتحان صعب. لنصر مين أنا لازم أدعي، وخسارة مين لازم أتمنى؟ الخسارة رح تكون إلي بكل الحالات. السلطان إذا انتصر على ابنه، في أم رح تخسر ابنها، بس إذا الابن انتصر على أبوه، في زوجة رح تصير أرملة. شو ما صار أنا اللي رح تخسر على حالتي. وقف الحرب يا الله، لأنه أنا ما بقدر أتحمل هاد العذاب. أرجوك صفي قلوبهم ورجع لي إياهم مثل زمان. راضية اجت؟ راضية؟